السلام عليكم. الله سبحانه وتعالى يقول: ونفس وما سواها. ويقول ربي: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ما معنى هاتين الآيتين؟ يعني أن ربي سلمني وإياكم نفسا سوية تقية نقية. ما هي مهمتي أنا وأنتم؟ أن نسلمها قبل الغرغرة، قبل أن تخرج، مطمئنة حتى تكون راضية بما رأت من النعيم قبل أن تموت، مرضية من ربها بالفردوس الأعلى. كيف يكون هذا؟ هذا تفسير الآية التي بعدها. وحتى نفلح لا بد أن نطبق الآية التي بعدها، فألهمها فجورها وتقواها. إذن مهمتي أنا وأنتم أن أمنع نفسي مما تحب ويضرها من الذنوب، وأضطرها لما تكره من الطاعات، وأنجو.